السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى سنقوم بإنجاز تمرين حدى الصفحة 23 بكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات السنة الثالثة إعدادي. إذا عطاوني في هذا التمرين هذا قالك بسيط، عطاوني أ كتساوي أ أوس 3 في أ أوس ناقص 7 في أ أوس 17. إذا هنا فاش يكون عندي نفس الأساس كما تلاحظوا هنا، عندي نفس الأساس أ. إذا كان نفس الأساس أش كندير؟ كنحط الأساس ديالي ونجمع الاساس ديالي. عاش من قاعده، كنطبق القاعده ديال القوى اللي هي كالاتي. القاعده كتقول اذا كان عندي ا اس ان عامل ا اس ام هي ا اس ان زائد ام، يعني كنجمع الاسس. العكس صحيح، اذا كان عاوتاني ا اس ان زائد ام راه كتساوي ا اس ان في ا اس ام. بعد الحساب ديالي غنلقى هذه 3 ناقص 7 هي ناقص 4 زائد 17 هي 14 هي أوس 14، وبذلك نقول أو أسمح أوس 13 أوس 13 ناقص 4 زائد 17 هي 13. إذن 3 ناقص 7 هي ناقص 4، وناقص 4 زائد 17 هي 13، وبذلك نكون بسطت أ من تمرين حدى الصفحة 23. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.